رجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. قبل الفاصل عملنا شوربة لذيذة خفيفة تتقدم في زي ما قلنا في الحفلات، تتقدم في يعني في العزومات، كمان ممكن نشربها كده واحنا قاعدين دلوقتي في البيت، مفيش مشكلة خالص، تكلفتها بسيطة قوي ومقاديرها بسيطة جدا. تعالوا بقى نعمل طاجن اللحمة بالخضروات. هو عبارة عن طاجن لحمة كده مفروم وجواه خضروات ومتغطي ببطاطس بطريقة حلوة قوي. مين معانا؟ يا أستاذة ابتسام. أيوة سامعك، اتفضلي. لو سمحت عايز الكريب يا شيخ. ليه يا فندم؟ طريقة الكريب. الكريب حاضر من عينيا. حاجة تانية؟ لا شكرا يا شيخ. بشكرك على اتصالك، هجاوبك على الكريب. نقول دلوقتي مقادير طاجن اللحمة بالخضروات. طاجن اللحمة بالخضروات أنا عندي 2 ثمرة بصل مفروم كبار وفصين ثوم ومعلقة زعتر، وكمان عندي نص كيلو من اللحم المفروم، وكوباية من الجزر متقطع مكعبات صغيرة، كوباية بسلة، وكوباية بطاطس برضو متقطعة مكعبات صغيرة، وثلاث ارباع عصير طماطم، يعني طماطم مضروبة في خلاط متصفية، ومعلقتين من صلصة الطماطم، وكيلو بطاطس مسلوقة وما عملتش فيها حاجة خالص. دلوقتي اما نرجع هقول لكم اعمل فيها ايه. وكمان عندي نص كوباية من الزبدة، وكوباية من الجبنة المبشورة، ونص كوباية لبن. تعالوا مع بعض نقول المقادير تاني. المقادير عبارة عن بصلتين كبار مفرومين، وكمان فصين ثوم مفرومين، ومعلقة زعتر، وعندنا اتنين نص كيلو من اللحمة المفرومة، وكوباية جزر، وكوباية بسلة، وكوباية بطاطس، وتلات ارباع لتر من عصير الطماطم، وكمان عندنا معلقتين صلصة طماطم، كيلو بطاطس مسلوقة، ونص كوباية زبدة، وكمان نص كوباية من اللبن، وكوباية جبنة مبشورة. ودلوقتي هنشتغل ونوريكم هنعمل ايه. اول حاجة هنشغل بس البوتاجاز. اول حاجة البطاطس بتاعتي انا سلقها اهي، فيها في مية بملح وفص ثوم مفروم، وفص ثوم سليم اهو، شايفينها البطاطس مسلوقة فيها بمية وملح، وصفيت المية حالا وهي دافية لسه معايا. هنفرمها كده. بعد ما نفرمها كده هنحط عليها نص كوباية الزبدة ونص كوباية اللبن اهو، جميل. وبعدين على النار، وهي على النار ما بسيبهاش. ليه؟ علشان خاطر تعمل معايا البيوريه. بس اقول لكم حاجه، اللي انا بعمله ده مش البيوريه الاصلي، يعني الزبده واللبن اوكي، بنحط كمان نص كوبايه كريمه عليها، تبقى كده البطاطس البيوريه وبشره جوز الطيب. لكن انا شلت نص كوبايه الكريمه، حطيت مكانها نص كوبايه جبنه مبشوره، بقت كده عندي بيوريه ولكن جبنه مبشوره. احنا قلنا كوبايه جبنه مبشوره هناخد منها جزء اهو على البطاطس، وبعدين ناخد الزبده على البطاطس، نص كوبايه الزبده ونص كوبايه اللبن على البطاطس، واحنا متبلين بالملح نحط شويه فلفل صغيرين، ونكمل مع بعض. نفضل معاها كده لغايه ما تبقى خليط متجانس، الزبده تسيح، الجبنه تسيح، واللبن يتجانس مع البطاطس. ده بالنسبه للبطاطس بتاعتنا اللي هتبقى الغلافه الخارجيه اهو، جميل. بفضل اقلب فيها كده لغايه ما كله يدوب مع بعضه. انا هسيبها دقيقه ونروح ناخد شويه زيت حوالي معلقه كبيره، وناخد عليها الجزر والبصل مع بعض. شايفين كميه الخضار قد ايه؟ ونرجع تاني للبطاطس علشان ما تتحرقش معايا، لان محطوطه في ماده ستانلس. بمناسبة مادة الاستانلس، طالما انا ممكن اخلي كل يوم نصيحة، بس لما بتيجي فرصة ان انا اقول لكم على حاجة يعني ما بخبيهاش يعني. طيب بعد ما ناخد اتصال من الاستاذة سحر هنكمل مع بعض موضوع الاستانلس. استاذة زهرة. ايوه السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. انا عايز اسال بعض حضرتك طريقة البشاميل. اللي هي يا فندم؟ البشاميل. البشاميل، عايزة طريقة البشاميل؟ ايوه حاضر. من عناية حاضر. ايه تاني؟ لا شكرا. العفو، ربنا يخليك. هجاوبك دلوقتي على البشاميل واحنا مع بعض على طول. طيب اتكلم على الاستانلس الاول وبعد كده نتكلم على موضوع البشاميل. ايه موضوع الاستانلس؟ الاستانلس ده من انقى المعادن حاليا بعد النحاس في الطهي.
طبعا النحاس دلوقتي بقى غالي جدا فما عادوش بيستعملوه في الطهي كتير، فلكن الاستانلس نقي جدا في الطهي. قصتنا احنا ك احنا بنشتغل بالاستانلس، المشكله ان احنا لو سبناه على النار وما قلبناش على طول كده هيتحرق من تحت، فده اللي بيخلي الناس يعني ما بتقدرش تستعمل استانلس كتير. ادي حاجه. طيب يا شيف يسري، طب وانا هقعد اقلب في الرز لو انا بعمل في حله استانلس؟ لا خالص، انت هتقلب الرز عادي، هتسخني، هتحط الميه السخنه بتاعتك، هتحط الملح، تمام التمام، وتقوم مغطيه. اول ما بيغلي معانا، اول ما يغلي معانا الرز نقوم موطين النار خالص وقلبينه تقليبه وسايبينه، ما تقلقوش، طالما وطينا النار ما نقلقش. لكن لو سبناه على نار عاليه الاستانلس بيتحرق بسرعه، فتلاقوه طبعا بيحرق الحاجه وبنرجع نزعل تاني. بس ده قصه الاستانلس. جميل. المكرونه بالبشاميل او البشاميل عاده، يعني البشاميل انا بجيب، انا بتكلم عن نفسي، في ناس بتحط الزبده مع اللبن مع الدقيق مع كله في الخلاط تضربه وتحطه على النار، دي طريقه. لكن انا البشاميل اللي انا اعرفه بيبقى فيه نكهات. يعني ايه نكهات؟ بيبقى له ريحه وطعم. فانا بجيب بصلايه اقطعها جوه لتر لبن ومعاها جزرايه وعود كرفس ورقتين لورا ورشه جوز الطيب صغيره بشره يعني كده، وكل ده بحطه على النار يغلي. بعد ما يغلي اقوم راكنه على جنب يهدى خالص واصفيه واخد اللبن الناتج واجيب 4 معالق زبده و4 معالق من الدقيق واحطهم مع بعض لغايه ما يسيحوا كده. ما تخلوش يلون، لان لو خد لون الدقيق بيبقى حاجه تانية خالص. جميل. بعد ما تجانسوا مع بعض بقوم نازل عليهم بلتر لبن مع التقليب المستمر، يبقى عندي بشاميل. البشاميل اللي بيبقى سايل ما يبقاش كتله، بس ده البشاميل، مفيش اسهل من كده طبعا يا استاذه زهره. اما الكريب هجاوب عليه حالا. جميل. خلاص كده، ده بقى البطاطس بتاعتنا شايفينها. لو انا شلت الجبنه وحطيت مكانه نص كوبايه زبده يبقى كده عندي بطاطس الفيوري اهي شايفينها. لكن انا حاطط شلت الكريمه حطيت مكانها جبنه وساحت معاها. البصل والجزر اهم مع بعض، ننزل عليهم كده بالبطاطس، والبطاطس تكون يعني زي احنا بنقول كده واخده غلوه صغيره. ليه بقى غلوه صغيره؟ عشان تستوي معانا اسرع. جميل. هنقلب دي، عاجبك؟ حاضر، بس انا مش عايزهم يقلدوها يعني يا محمد والله. انا ممكن اعملها في كل وقت لكن انا بخاف ان هم يقلدوها، يعني انا بنصحهم ان ما يعملوهاش عشان الحاجه ما تتدلقش. احنا مش انا ما اتولدتش بعملها، انا عملتها بعد ما اشتغلت في المهنه كتير، لكن دلوقتي عادي، بقت عاديه جدا. اه جميل. هنقلب مع بعض كده زي ما قلت، عندي هنا البصل والجزر والبطاطس، الجزر والبصل والبطاطس، نحط الثوم وبعدين نحط الزعتر وبعدين اهو البسلة، كله مع بعضه كده. يبقى ناقص عندي ايه بقى؟ ناقص ان انا احط اللحمة، ولكن هنحط اللحمة في صينية تانية، هنجيب طاسة تانية ونحط اللحمة، لان انا مش محتاج هنا ان انا اخلي اللحمه فيها بقى، هي انا عايز نكهات الخضار تبقى هي اللي طاغيه مش اللحمه اللي تبقى طاغيه. يا استاذه اميره. الو. الو، اهلا بيكي. اهلا بحضرتك. عامل ايه؟ انا بخير والله الحمد لله رب العالمين. لما بسمع صوتكم الله يخليك يا سيدي. لو سمحت عايزه طريقه الفراخ البنيه. حاضر من عينيا. حاجه تاني؟ لا شكرا يا سيدي. تحت امرك. حاضر. نرجع تاني نتكلم على البطاطس مع الجزر مع الثوم مع الزعتر مع البسلة مع كله. بدأت تخش كله في التسوية اهو شايفينها، بدأ كله يخش في التسوية اهو. هنسيبه زي ما هو كده ونروح نعصج اللحمة. اللحمة بتاعتي حطيت شوية زيت صغيرين، ممكن ما نحطش زيت خالص، ما فيش مشكلة خالص اهو. وبعد كده نقلب، نسيبها لما اللحمه معايا بدون ما نضيف اي بهارات. ليه؟ لان انا لو حطيت ملح على اللحمه هتعمل كتل، انا عايزها تبقى مفلفله كده. هجاوب على الكريب.
في الكريب الاساسي اللي هو الفرنساوي يعني بياخد نص لتر لبن، خمس بيضات، نص لتر لبن، خمس بيضات، كوبايه ونص دقيق، معلقتين زبده سايحه، معلقتين زيت، لغايه كده بقى الكريب. حطيت عليه ملح وفلفل بقى حادق، حطيت عليه شويه فانيليا ومعلقه سكر بقى حلو، حطيت عليه قرفه بقى حلو، حطيت عليه بشر برتقال بقى حلو. بعد كده بصفيه واخد طبعا طاسه تكون من اللي ما بتلزقش دي، ادهنها بمنديل كده بالزيت، واخد كبشه صغيره او بفض فيها الكريب ولفه لمده 30 ثانيه واقوم قلبه الناحيه الثانيه. جميل. هجاوب على الفراخ دلوقتي حالا حالا. حاضر. بصوا بقى احنا مع بعض واحده واحده، لذلك انا قلت لكم ان احنا هناخد تفاصيل كتير قوي في الاكله دي، فعشان كده قلنا نعملها مع بعض من الالف للياء، يعني ما نسيبهاش خالص غير اما تخلص يعني. ولذلك حطيت الخضار كله مع بعض اهو. بصوا بقى ريحته يعني حلوه قوي، كميه الخضار اكتر من كميه اللحمه في الاكله دي اهو، يعني دي اكتر من تيجي 3 ارباع كيلو خضروات مثلا على نص كيلو اللحمه، وعندي كيلو بطاطس. اما نيجي نحسب الخضروات بالنسبه للحمه هتطلع 1 إلى 3. ليه؟ هنا كيلو وهنا كيلو او كيلو الا ربع كمان، يبقى كده ونص كيلو عندنا لحمه بس، يبقى 1 إلى 3. ده بالنسبه للناس اللي هي يعني ما بتحبش اكل اللحوم كتير، هتلاقيها مبسوطين قوي من كميه الخضروات الموجوده. جميل. اللحمه كل شويه بتغير لونها معانا، طبعا اللحمه المفرومه علشان هي متقطعه حتت صغيره فبتستوي اسرع اسرع جدا كمان. احنا معاها لغايه ما تستوي معانا، وبعد كده طبعا انا ما حطيتش لا ملح ولا فلفل عليها خالص. ليه؟ لان انا عارف ان انا لو حطيت دلوقتي هيحصل تعمل كتل، انا مش عايزها تعمل كتل خالص خالص خالص. ونكمل مع بعض. راجع افكركم تاني، فاكرين دي ايه؟ للبطاطس البيوري بتاعتنا احنا عاملينها مع بعض حالا. سلقنا البطاطس معاها فص ثوم، البطاطس معاها فص ثوم ورشه جوز الطيب وورقه لورو وملح في الميه. بعد ما اتسلقت وهي سخنه صفيتها وقمت راجع هرسها كده بالهراسه دي، وحطيت عليها لو بعمل بيوري بس بحط نص كوبايه على الكيلو، نص كوبايه لبن، نص كوبايه زبده، نص كوبايه كريمه وبشره جوز الطيب. انا عاملها بطريقه ثانيه، شلت الكريمه حطيت مكانها نص كوبايه جبنه مبشوره فقط عشان تبقى جواها طعم الجبنه. شويه زيت زيتون على الوش. لا بقول لك الله يخليك بقى، خلينا نشتغل. انت جاي تاكل مش جاي تشتغل. هقول لكم بيقول ايه؟ محمد بيقول لي ناخد شويه بطاطس من دول كده رش عليهم شويه شطه وشويه زيت زيتون وبتاع كده جوعنا انا. ورغيف سخن. عندنا عيش سخن. تلاش يا استاذة شهد. الو شيف يسري. اهلا بحضرتك. اهلا بيك. اتفضلي. لو سمحت شيف يسري انا كنت عايزة اسأل على الشوربة الحرارية المغربية. شوربة الحريرة. حاضر من عينيا. حاضر. هقول لك عليها. تحت امرك. شوربة الحريرة دي من احسن الشرب الموجودة في العالم. عارفين ليه؟ لان فيها نسبة بقول وحاجات كتير جدا. طبعا. طعمها رائع. بتاخد رز جواها وبتاخد عدس وبتاخد بصل وبتاخد كمان الحمص الطبيخ، فحلوه قوي. جميل. شفتوا بقى اللحمه بدات تستوي معانا اهو. انا بس انا يعني سايبكم واحده واحده لغايه ما نخلص كل المقادير قدامنا. لو احنا بصينا هنا هنلاقي الخضار بتاعي خلاص وصل للدرجه اللي انا عايزها، البطاطس استوت، الجزر استوى، كله استوى. نرجع بقى نقوم مقلبين ده على ده، اللحمه على البطاطس. لسه في مرحله ثانيه، اللحمه على الخضار يعني اهو. نقلبهم مع بعض كده، وبعدين هندي بقى الملح اللي احنا عايزينه واحنا مش خايفين دلوقتي، وندي شويه فلفل عشان نتبل. وبعد كده نيجي نحط، هنستغل الطاسه السخنه دي نحط فيها الطماطم تغلي غلوه
عصير الطماطم اهو، عبال ما نقلب اللحمه شويه مع الخليط بتاعنا اهو. جميل. ونحط عليها صلصه الطماطم ونقلب دول مع بعض. جميل اهو. نيجي هنا نقلب الخضار اللي هو كمكوناته بصل، جزر، بسله، بطاطس، زعتر، ثوم، كل ده مع بعضه، واللحمه المفرومه، وتبلناه ملح وفلفل. شوفوا الكميه عامله قد ايه. احنا طبعا نص كيلو اللحمه كان قد كده، شوفوا بقت الكميه قد ايه بقى. اول ما هيغلي معايا الطماطم دي اللي مع صلصه الطماطم هضيفها عليها، وبعد كده هنروح نجهز مع بعض الطاجن بتاعنا. عندنا الطاجن بتاعنا هنيجي هنا ناخد ارضيه صغيره. يعني ايه ارضيه صغيره؟ يعني ناخد زي ما بنقول كده شويه من البطاطس هنا، حوالي كبشه كبيره او 3 4 معالق من البطاطس، ونفردهم. البطاطس دي لوحدها على راي محمد الشال حكايه، يعني تتاكل لوحدها من غير حاجه. والله من وخصوصا بعد ما اضفنا لها نص كوبايه الجبنه. طيب يا شيف يسري، البطاطس البيوري دي بتتقدم مع ايه؟ بتتقدم مع حاجات كتير جدا، يعني ممكن اي لحمه بالصوصات يتقدم معاها بطاطس بيوري. بيسموها في المطاعم ناش بوتيتوس، عشان برضو لما تروحوا. انا والله العظيم ما اقصد ان انا اقول لكم ان انا مثلا اسامي انا احافظها، بالعكس انا عايزكم تعرفوا كل الاسماء علشان خاطر اما تيجوا تتعرضوا لها او تشوفوها تبقوا عارفين اسامها يعني ايه. ده تلاقيك انت اللي بتقول كده. انا عارفك. صلصه الطماطم مع عصير الطماطم، ونرفع بقى ده خلاص، ونرجع تاني علشان خاطر نقلب اخر تقليبه بقى. طب يا شيف يسري، اللحمه اللي انت حطيتها مع الخضروات دي ينفع اعمل بيها ايه تاني؟ ممكن تبقى حشوه للمكرونه البشاميل، ممكن تبقى حشوه للكريب، ممكن تبقى اقدمها مع مكرونه مسلوقه زي صوص البولونيز. ما هو صوص البولونيز عباره عن لحمه مفرومه مع الصاجه بالطماطم، لو عليها خضروات زي دي ممكن اقدمها مع شويه مكرونه، ما عنديش مشكله. يا استاذ سامي، الو يا استاذ سامي، يا استاذه ابتسام، الو. لا معك. الو. ايوه مع حضرتك. ازي حضرتك يا دكتور؟ الحمد لله، اهلا بيك. حضرتك كتير. اهلا بحضرتك، اتفضلي. والله يا تسلم ايديك، كل حاجه بتعملها جميله والله يا شيخ. ربنا يخليكي، ده من ذوقك، ربنا يكرمك. والله اتعلمنا منك حاجات كتير والله. والله ده انا اللي بتعلم منكم، ربنا يخليكي. ربنا يخليك، يديك الصحه يا رب. اشكرك، اتفضلي. بقول لحضرتك لو تقولي على طريقه سلطه تنفع للرجيم، بس غير السلطه اللي هي التقليديه اللي احنا بنعملها. من عينيا، حاضر. من عينيا، حاضر. النهارده لنا صديقه في الاعداد جايبه معاها ازازه كده فيها شرايح ليمون وورق نعناع، ميه عاديه، وبتقول لي دي اسمها الديتوكس. انا ما بعترضش على الكلام ولا بعترض على الالفاظ، ولكن انا قلت لها بخبرتي البسيطه اللي انا اتعلمتها من الدكاتره اصحابي ان الفايده كلها في الميه. الميه دي اللي بتنزل كل السموم اللي في الجسم وكل الحاجات، هي الفايده كلها في الميه. لكن النعناع ده نكهات، وعصير الليمون ده نكهه ما بيخسس، يعني لو كانوا بتعتمدوا عليه ان هو بيخسس ما بيخسس، لكن الميه هي اللي بتساعد في التخسيس، بتساعد ان انا احس بالشبع اما اشرب كميه ميه كتيره، فما اكلش كتير، فبرضه نوع من انواع التخسيس. بتساعد على انها يعني بتملى الجسم، لان ثلاث ارباع الجسم على فكره من الميه، يعني على ما اعتقد يعني. فانا كنت بسمع دكاتره اصحابنا يقول لك ان ما فيش حاجه اسمها ان انا احط شرايح، هي بتدي نكهه بس. فجت المناسبه ان انا اقول بقى. اما سلطات بتاعه الدايت، يعني انت عايزه تعملي سلطه، اقول لك على سلطه حلوه قوي تعمليها وبسيطه. يعني ممكن نجيب علبه تونه، ودي تنفع وجبه متكامله. اهو برجع تاني بكرر اهو، عشان حد يقول لي ده التونه غاليه، لا دي وجبه كامله. يعني انا مثلا بدل ما اعمل سلطه واعمل وجبه، هنجيب شويه مكرونه صغيرين مسلوقين وعلبه تونه نفتحها عليها، وشويه فلفل مقطعين وبصل وطماطم وشويه بقدونس، ولو عندي شويه ذره صغيرين، كل ده هخلطه مع بعضه مع عصير ليمون وشويه زيت زيتون صغيرين، شويه ملح صغيرين، هتبقى عندي سلطه وفي نفس الوقت وجبه، لان فيها طبعا بروتين اللي هو
التونة وفيها نشويات اللي هي المكرونة. مين معانا؟ يا أستاذة شهد. ألو. أهلا بيك يا شهد. أنا بحب حضرتك أوي يا شيخ. يا حبيبتي ربنا يخليك. أنت عندك كام سنة يا شهد؟ 15. يا جميلة ربنا يخليكي ويحميكي يا رب دايما، وأنا كمان بحبك أوي يا شهد. ممكن أعرف طريقة عمل مكرونة بالشمال؟ عينيا. حاضر يا حبيبتي، حاضر حاضر من عينيا. جميل، شفتوا بقى أنا فردت كده الخليط بتاعنا، شايفين كمية الخضروات، كمية اللحمة دي تكفي أسرة كبيرة كاملة. ليه؟ لأن أنا خدت نص كيلو لحمة فقط، عملت اللي أنا عايز أعمله بيه وكملت خضروات، يبقى الوجبة دي تكفي أسرة كاملة. شوفوا بقى أنا هعمل حركة عايزكم تتعلموها، أنا باخد معلقة وأصبها كده، ممكن أعملها بكيس ببلبلة وروزتات، ممكن أعملها، بس طبعًا افترضنا إن أنا ما عنديش كيس في البيت وعايز أعمل شكل جمالي كده أقدم بيه الطبق بتاعي أهو، باخد كل معلقة أحطها جنب التانية فبتديني شكل، وفي الآخر هديها شوية من الجبنة وندخلها تحت الشواية الفرن يدوب تاخد اللون، تطلع نقدمها بالهنا والشفا. جميل أهو. أنا بقى هستغل وقتنا وأنا بعمل كده، أنا مش هعمل حاجة خالص غير إن أنا هرص كل الجبن البطاطس جنب بعضها، ولما نرجع من الفاصل نكون حطيناها في الفرن. كل اللي أنا هضيفه دلوقتي هضيف جزء من الجبنة المبشورة، أما نرجع هنعمل حلو بقمر الدين اللي كان باقي عندنا في البيت، بس الطريقة مختلفة خالص. حد هيقول لك لا ده مهلبيت قمر الدين، لا 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 خالص، ده هيبقى حاجة جديدة. انتظرونا بعد الفاصل، هتشوفوا دايما الجديد والممتع دايما في تلفزيون الحياة مع الشيف يسري وبرنامج المطبخ، ولكن بعد الفاصل.